الرواية اللي يعني شغلت الشارع العراقي، شنو قضية تسرب 50,000 باكستاني أو اختفائهم بالعراق؟ يعني كثرة الروايات حول هذا الموضوع. من بعد يوم من إعلان الخبر صرح أن الأعداد، طبعا هي الأعداد يعني مو حقيقية، وإنما متفاوتة مع 50,000 للسنوات السابقة وليس مثلا سنة محددة. وذكر أن هم تخلفوا وليس اختفوا في العراق، ذكر عن طريق الزيارات الدينية، من خلال السياح، من خلال شركات السياحة. المشكلة أستاذ الفاضل الدخول للعراق بصورة شرعية، لكن دخولهم وعملهم في السوق مخالف للقانون. ذكر هو الجانب الباكستاني يقول احنا هم تخلفوا وليس اختفوا. اذا هناك نفي بالاعداد وبمضمون الخبر من جانب الباكستاني. يعني تخلفوا بعدم العوده الى باكستان، مو نعم هيجي؟ نعم 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 نعم. وما زالوا نعم، ما زالوا متخلفين هؤلاء ال50,000؟ ذكرت لحضرتك احنا العدد ما نقدر نحصره بال50,000. ان كانوا متخلفين في العوده ويشغلون سوق العمل فيعتبروا مخالفين، تطبق عليهم القوانين والشروط. وزاره الداخليه، كوادر وزاره الداخليه دائما تلاحق العماله المخالفه. وزاره العمل لم تنجز ولا تعطي اجازه عمل لرب عمل يكون لديه عمال باكستانيين او اي جنسيات مخالفه لشروط الاقامه.